مشاهدينا، اليوم اليورو كان قد وصل لأعلى مستويات له منذ 6 أشهر ونصف، استفاد طبعا من بعض الضعف الذي شهدناه على أداء الدولار الأمريكي. ولكن إلى أين يتجه الدولار بعد محضر اجتماع الفيدرالي البارحة؟ ينضم إلينا من لندن أليخاندرو زامبرانو، وهو رئيس محللي العملات في أمانة كابيتال. أهلا بك معنا. إذن ما هو موقف الدولار الأمريكي اليوم من محضر اجتماع الفيدرالي البارحة، وخصوصا بأنه شهدنا ردات فعل متباينة؟ البارحة كان على بعض الارتفاعات، اليوم عاد لبعض الضعف، والآن على بعض الاستقرار. أتفق معك على ذلك، كان هناك تقلب في الأداء نتيجة محضر الاجتماع الذي كانت رسالته واضحة، هم يريدون رفع الفائدة في يونيو حزيران على الأغلب. لكن إذا نظرنا إلى ما حصل في زوج اليورو دولار، فهو مرتبط أكثر بظروف منطقة اليورو أكثر من ارتباطه بالظروف في أمريكا حاليا. نعم، لنعد إلى موضوع الاسترليني، كيف أيضا ترى تطورات الوضع، خصوصا بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي وتباطؤ في الاقتصاد البريطاني، التأثيرات الآتية من إنفاق المستهلكين، هل كانت يعني هل نتوقع عملية استقرار للسعر؟ كلا، على الأغلب سوف نرى المزيد من الضعف في الاسترليني. رأينا الاسترليني يضعف مقابل عملات مثل الدولار الكندي، الدولار النيوزيلندي، وأيضا قليلا في الدولار الأسترالي. لكن نعتقد أنه سيكون لدينا ضعف في زوج الاسترليني دولار، والأمر في ذلك مرتبط بارتفاع التضخم وضعف الأرقام والبنك المركزي الذي لا يعتبر مستعدا للدفاع عن العملة حاليا. طيب، دعنا نتحدث أيضا عن عملات السلع. الكرون النرويجي كان قد وصل لأدنى مستويات له في 9 أشهر منذ أسابيع قليلة، والسبب هذه التراجعات التي شهدناها على أسعار النفط. اليوم طبعا أكيد على علم بتمديد اتفاق أوبك لمارس 2018، برأيك إلى أي مدى هذا سيمثل خبر إيجابي بالنسبة لعملات السلع، أم أنها اليوم ربما أصبحت يعني تبعيتها إلى أسعار النفط أقل وأصبحت تركز على الأداء الاقتصادي لها بشكل أكبر؟ في حالة الكورونا النرويجية، أعتقد أن الكورونا النرويجية يمكن أن ترتفع مقابل اليورو، لأنها لم تتأقلم بشكل جيد مع المكاسب التي رأيناها في أسعار النفط. اليورو كورونا يمكن أن تنخفض أكثر كزوج عملات يورو كورونا. لكن مقابل الدولار، مكاسبها مقابله سوف تكون ككرونة النرويجية ستكون أقل. كان الين يعامل بالفترات الماضية كعملة للملاذ الآمن. انحسرت العديد من المواضيع، يعني مواضيع التوتر حول العالم. هل برأيك هذا الأمر سوف يعيد الضعف للين، أم ما يزال أمامه متسع واضح من القوة؟ ربما سنرى بعض الضعف في المستقبل إذا نظرنا إلى S&P 500. العقود الآجرة هي تداولت فوق أعلى مستوى الأسبوع الماضي، والفوتسي 100 ارتفع. إذا هناك كثير من شهية المخاطرة في العالم، والبورصات في حالة ارتفاع، وهذا يعني أن الين سيكون أضعف على خلفية هذه الشهية للمجازفة في العالم. طب يعني اليوم بالحديث عن الين، هل الموضوع يعني دائما البنك المركزي الياباني يريد ين ضعيف، واليوم يعني كلما كانت شهية المخاطرة أعلى كلما اتجه المستثمر بشكل أكبر إلى الين، هل هذا يعني بأنه اليوم خرج الموضوع وخرج هذا الموضوع عن سيطرة البنك المركزي الياباني؟ المركزي الياباني لديه ليس مسيطرا على الإطلاق، ومنذ سنوات هم يحاولون زيادة التضخم من خلال التيسير الكمي، لكن الناس لا يرفعون التضخم في اليابان، هم ليس لديهم أي سيطرة، وهذا الأمر قائم منذ 10 سنوات أو 15 سنة. والمحرك الأساسي للين عموما هو معدلات الفائدة في أمريكا والبورصات عموماً.
فقط لأنها عملة تمويل وستظل في هذا الوضع ربما للسنوات المقبلة 5 أو 10 سنوات مقبلة من الآن. شكرا لك أليخاندرو زامبرانو، كنت معنا من لندن وأنت رئيس محللي العملات في أمانة كابيتال. وماذا عن